تعال نتكلم اللهم صل على رسول الله على جزء بتاع اللي هو الصفحة رقم 16. الصفحة رقم 16 في الورق، ايه اسباب الوفاة من الجروح؟ اسباب الوفاة من الجروح في مقارنتين، لو خلصناهم يبقى الحصة خلصت. مقارنتين مهمين جدا، اسباب الوفاة من الجروح، يا اما الموضوع ليه علاقة بالشوك، يا اما ليه علاقة بحاجة اسمها بالامبوليزم. تاني، يا اما ليه علاقه بالشوك، يا اما ليه علاقه بمين؟ بالامبوليزم. طب ممكن نمسك واحده واحده كده ونبتدي نتكلم. ما تيجي نبدا الاول بالشوك. ايه الاسباب اللي ممكن تموت من الجروح؟ اولا بيقول لك الشوك ده في منها بارا سمباثيك، في منها سمباثيك، الاثنين دول يطلق عليهم بيسموهم نيوروجينيك او بيسموهم برايمري، يا دارا سمباثيك يا اما سمباثيك. يا اما سيادتك اللي هو السكندري بالنسبه لي اسمه الهيماتوجينوس، ودي اشهرهم اقصرهم شيوعا. اكتب كده على الهيماتوجينوس، دي حوادث الاستقبال، ناس داخله عند سيادتك بنزيف، حوادث الاستقبال، ست لا قدر الله داخله تولد مثلا ونزفت كتير، حد عمل حادثه على الطريق، الله يعافينا يا رب. فلازم عند حضرتك تعرف اول حاجه سيادتك، لو لما نيجي نتكلم تعال نتكلم على الجزء بتاع اللي هو مين، تعال نتكلم على الجزء ايه اسباب الوفاه من الامض، الصفحه رقم 16. اول حاجه لما نيجي نتكلم هنبتدي نتكلم سيادتك في جدولين، جدول اسمه شوك وجدول اسمه الامبوليزم. لو خلصناهم يبقى باذن ربنا الحصه خلصت. تعال نتكلم على الجزء بتاع اللي هو مين، الجزء بتاع الشوك. الشوك انواعهم يا بارا سمباثيك يا سمباثيك يا اما هيماتوجينوس. ممكن نكتب كده على البارا سمباثيك، سمع الخبر وطب ساكت. ايه البارا سمباثيك؟ سمع الخبر وطب ساكت، سمع الخبر وطب ساكت، سمع الخبر وطب ساكت. اكتب كده على السمباثيك، قعد يتألم 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 لحد لما اغمى عليه، قعد يتقال 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 لحد لما اغمى عليه. اكتب كده على الهيماتوجينوس، قعد ينزف 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 لحد لما اغمى عليه. اكتب بس كذا اقول لك. يبقى انت دلوقتي عايز اعرف مين اشهر واحده بتاعت الاستقبال دي، الهيماتوجينوس، كلها حوادث. فالاثنين دول بيسموهم برايمري، ودي بالنسبه لي اسمها هيماتوجينوس، دي الموست كومن، دي الموست كومن. سمع الخبر وطب ساكت، بارا سمباثيك، سمع الخبر وطب ساكت، سمع الخبر وطب ساكت، سمع الخبر وطب ساكت. الفكره كلها الموضوع بالنسبه لك، الموضوع بالنسبه لهم بيكون رابد او صدم انها تحصل. عمال يتألم يتألم يتألم، عمال ينزف ينزف ينزف، الموضوع سيادتك جراديوال، الموضوع جراديوال. مفهوم الكلام ده كده؟ عشان كده الموضوع بالنسبه لهم عن سيادتك اكثرهم شيوعا الهيماتوجينوس، اكثرهم شيوعا الهيماتوجينوس، اكتب عليها حوادث الاستقبال. انا بتكلم سيادتك على الاسباب اللي ممكن تموت من اي جروح، ايا كان الضربه دي سيادتك ضربت سيادتك سكينه، ايا كان ضربه مسدس، ايا كان سيادتك لا قدر الله سيادتك اللي هو حادثه. فلازم نعرف ان اي جرح في الدنيا ايه اسباب الوفاه، مقارنتين لو خلصناهم باذن ربنا وربنا يعود علينا سيادتك اللي هو الوقت باذن الله، الفكره كلها الدنيا هتبقى سهله خالص بالنسبه لنا والحصه تكون خلصت. اول حاجه بالنسبه لي في عندك حاجه اسمها اللي هو مين؟ الشوك. يا بارا سمباثيك يا سمباثيك هيماتوجينوس، مين اكثرهم شيوعا؟ الهيماتوجينوس اكثرهم شيوعا لان هذه حوادث الاستقبال. بارا سمباثيك سمع الخبر وطب ساكت، سمع الخبر وطب ساكت، يبقى بتحصل رابد او صادم. هنا سيادتك عمال يتقال يتقال يتقال، عمال ينزف ينزف ينزف، الموضوع سيادتك بالنسبه لي هيكون جراديوال، هيكون جراديوال. ما تيجي ندخل بعد كده الجزء اللي بعديه، اظن الناس كلها تعرف لو ادينا اطروبين الاتروبين بيقفل بارا سمباثيك، اذا الفكره كلها الموضوع بالنسبه لك هتستجيب. بعكس عند سيادتك السمباثيك ملوش علاقه بيه والهيماتوجينوس ملوش علاقه بيه. اذا لو ادينا اتروبين الناس كلها تعرف الاتروبين سيادتك ممكن يمنع البارا سمباثيك، لان الاتروبين بيقفل مين؟ بيقفل بارا سمباثيك. يبقى اول حاجه لما نيجي نتكلم هنتكلم اول واحده كده بسم الله الرحمن الرحيم، اللي انت عايزه مني. اول حاجه لما نيجي نتكلم هنتكلم سيادتك البارا سمباثيك شوك وثم السمباثيك، ثم اللي جنبيها بالنسبه لي هيكون عندي كلمه الهيماتوجينوس. البارا سمباثيك شوك، سمع الخبر وطب ساكت، سمع الخبر كده سيادتك خبر فجائي، ومره سيادتك اللي هو اغمى عليه، الموضوع بالنسبه لنا عند سيادتك بيكون ايه؟ بيكون سيادتك اللي هو رابد او بيكون بس ممكن متصادم. اللي جنبه عمال يتقال يتقال يتقال، عمال ينزف عمال ينزف عمال ينزف، الموضوع بالنسبه لي هيكون سيادتك اللي هو مين؟ هيكون جراديوال.
مفهوم الكلام ده كده؟ طبعا لو ادينا اتروبين قافل البارا سمباستاتيك ملوش علاقه بالاثنين التانيين. ممكن نتكلم على الاسباب، انا خلصت على فكره الاسباب. هتقول لي الاسباب عرفتها؟ اه. مش انا بقول لك سمع خبر فوجئي والخبر بالنسبه له بيسموه ان اكسبكتد. وخلي بالك الموضوع ملوش علاقه ان الخبر كويس ولا الخبر وحش، هو الفكره كلها ليها علاقه ان سمعتك من خبر بيكون فوجئي. الحقيقه يا حاج ابني كان بقاله 20 سنه اللي هو ايه لسه واصل دلوقتي اللي هو ايه الحمد لله طلع عايش. ايه ابني 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 استنى يا ستي مره واحده سيادتك عادي، ما الخبر المفروض تفرح فيه، بس الموضوع من زمان الخبر بيسموه ان اكسبكتد. كل شويه عن سيادتك الحوادث اللي بنقعد نسمع عنها، اكيد سيادتك اللي هو الاهالي سيادتك ممكن يكون صدمه بالنسبه لهم، الخبر بيكون بالنسبه لهم ان اكسبكتد، يا اما اتخبط في اماكن تعجيزيه غنيه بالباراسمباثيك، اتخبط في اماكن تعجيزيه غنيه بالباراسمباثيك. زي ايه اماكن غنيه بالباراسمباثيك؟ جيبهم من فوق لتحت. بص ادي البني ادم اهو، بص لي بس، بص هنا لارنكس، لارنكس بريكارديوم الابدومين الجينيتاليا من فوق لتحت، رقبتي هتكون لارنكس، حوالين القلب بريكارديوم، البطن ابدومين، بعد كده الجزء بتاع الجينيتاليا. اذا الاسباب الموضوع بالنسبه لي عند سيادتك هنا سمع الخبر، انا بقول لك سمع الخبر يعني سمع الخبر ان اكسبكتد نيوز، مش شرط بعد على فكره بدا وجود، بس اهم حاجه ان هي ان اكسبكتد. رقم اثنين عند سيادتك الموضوع بالنسبه لك يقول لك تروما خبط في اماكن ريتش في الباراسمباثيك من فوق لتحت، الرقبه يكون سيادتك لو بالنسبه لي يكون عندي اللارنكس، حوالين القلب بريكارديوم، البطن يكون عندي الابدومين، ثم الجزء بتاع الجينيتاليا. خلصت خلصت. ما تيجي نتكلم عمال يتألم 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 بسبب الألم الشديد، بسبب السيفير بين، بسبب السيفير بين. طب الهيماتوجينوس أظن الناس كلها تعرف سبب وسيادتك السيفير بليدنج، ولما يحصل سيفير بليدنج إذا سيادتك كده كده أصلا يقول لك يحصل له هايبوتنشن، هايبوتنشن بسبب النزيف الكتير، لأنه سيادتك عنده أصلا نقص بلاد فوليوم، ومصيبة الهايبوتنشن ده بيزيد بسبب ان سيادتك بيطلع مواد اسمها انفلاماتوري ميديتور، كان اشهرهم ماده اسمها الهيس تامين، بتعمل فازو ايه؟ دايليتيشن، فتزود الدنيا سيادتك في الهايبوتنشن اكتر وتموت فيها. قلت له بس انا مش فاهم برضه الموضوع بالنسبه لك. احنا انواع الشوكه كام نوع؟ ثلاثه، يا بارا سمباثيك يا سمباثيك يا اما هيماتوجينوس، يا بارا سمباثيك يا سمباثيك يا اما هيماتوجينوس. بارا سمباثيك سامع الخبر وطب ساكت، سامع الخبر وطب ساكت، يبقى الموضوع بالنسبه له صادن او رابت، عمال يتألم يتألم يتألم، ينزف ينزف ينزف، الموضوع بالنسبة لكم جرادوال وجرادوال. مين أكثرهم شيوعا؟ الهيماتوجينوس بتاع ساعة طول سيادتك اللي هو في الاستقبال. إدي أتروبين أكيد الباراسمباثيك هي اللي هتستجيب. ما تيجي نتكلم هنا عن سيادتك، أول حاجة الموضوع بالنسبة لك سمع الخبر وطب ساكت، الخبر بالنسبة لكم بيسموه كلمة أنكسبكتد. يا إما اتخبط في أماكن ريتش بالباراسمباثيك تجيبهم من فوق لتحت، رقبتك هتبقى اللارنكس. بعد كده سيادتك اللي هو حوالين القلب اسمه بريكارديوم، بعد كده الابدوم، بعد كده الجزء بتاع الجينيتالي. طب هنا سيادتك عمال يتالم 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 يتالم، يكون عندي سبب سيفير بين. هنا سيادتك اللي هو من نتيجه النزيف الكتير بيفقد دم كتير، فالبلود فوليوم بيكون ضعيف، فيكون عنده هايبوتنشن، وفي نفس الوقت بيقول لي سيادتك بيطلع ماده اسمها الهيستامين بتزود الكابيلاري بيرميابيليتي، فتعمل سيادتك فازو دايليتيشن، فالفكره كلها تزود الهايبوتنشن كمان مره، فيقول لي سيادتك ممكن يموت مره واحده بسبب السيفير هايبوتنشن اللي عنده. والهايبوتنشن سببه هنا كام حاجه؟ اثنين، اولا النزيف الكتير لان ما عادش في دم في جسمه، ثانيا رقم اثنين بيقول لي سيادتك كده بسبب ان الهيستامين طلع كماده انفلاماتوري، عمل سيادتك اللي هو عمل فازو ايه؟ عمل فازو دايليتيشن. مفهوم الكلام ده كده؟ مفهوم الكلام باذن الله. ما تيجي نتكلم بعد كده على الجزء اللي هو اللي بعديه، الجزء اللي هو اللي بعديه ما تيجي نتكلم على الكلينيكال بيكتشر. اظن الناس كلها تعرف في الباراسمباثيك، في الباراسمباثيك الكلينيكال بيكتشر الفيتال ساينز كلها تبقى قليله. مين هم؟ البلاد بريشر، البالس، الريسبيراتوري ريت، التمبريتشر. إذا في الباراسمباثيك الفيتال ساينز عنده كلها تبقى قليلة، بعكس السمباثيك الفيتال ساينز كل حاجة الجسم بيولع، كل حاجة عنده تبقى عالية في الفيتال ساينز. تعرف تقول لي إيه سبب الوفاة هنا؟ وإيه سبب الوفاة هنا؟ سبب الوفاة هنا السمباثيك لو عالي يزود ضربات القلب، ولو زود ضربات القلب يخلي سيادتك الفنتريكل ممكن يجيب أصلا 300 دقيقة في الدقيقة، 300 دقيقة في الدقيقة اسمها في اف، اسمها في اف فنتريكل تاكي كارديا، لا ده فنتريكل بقى فايبرليشن، خصوصا لو أنت أصلا مريض قلب، ضربات قلبك سريعة أصلا. تاني مرة تاني مرة، أول واحد سيادتك الفارس السمباثيك سمع الخبر وطب ساكت، سمع الخبر وطب ساكت، يبقى الموضوع بالنسبة له بيكون سيادتك صادن أو رابد. إدي أتروبين ممكن يلحقه،
سمع الخبر، الخبر بالنسبه لي بيكون ان اكسبكتد، اتخبط في اماكن ريتش بالبارس، بس هتجيبه من فوق الرقبه يبقى اللارنكس، في الصدر هيكون عندي بريكارديوم حوالين القلب، بعد كده الابدومين، بعد كده الجزء بتاع الجينيتاليا. حلو الكلام، حلو الكلام جدا. بارس الباستاتيك ده بتاع النوم، يعني الفايتال ساينز، البالس والبلود بريشر، كل حاجه عنده بتبقى ضعيفه جدا، ضعيفه جدا، ضعيفه جدا، ضعيفه جدا. وطالما السيادة كل حاجه عنده ضعيفه، وضربات القلب ضعيفه، والضغط ضعيف، والضغط ضعيف، يبقى كميه الدم اللي وصل البرين ضعيفه، فممكن لو هيموت هيموت بسبب برين انيميا. ليه؟ ما انا قلت لك اهم اورجان، روح ذاكر البوست مورتم، قلت لك اهم اورجان بالنسبه لي هيكون البرين، لان البرين ما يستحملش سيادتك السيفير هايبوتنشن، وما يستحملش الهايبوكسيا. عشان كده البني ادم ده لو هيموت بسبب اللي هو هبوط الضغط، هبوط الضغط سيادتك ياثر على المخ، فبيقول لي سيادتك، يقول لك اللي هو مين يحصل له سيادتك، اللي هو برين انيميا. بس من رحمه ربنا ان الباراسمباثيك اللي هو سيادتك، اللي هو ان الوفاه منها، بيقول لي سيادتك نوت كومن. من رحمة ربنا ان هي عادة بيقول سيادتك نوت كومن. اشمعنى؟ بسبب حاجة كنت بتاخدها في الفسيولوجي اسمها فيجال اسكيب فينومينا. يعني ايه فيجال اسكيب فينومينا؟ ان الفكرة كلها، الموضوع بالنسبة لك ان الجزء بتاع سيادتك اللي هو الفنتريكل، الفنتريكل ما يستجيبش سيادتك، ما بياخدش من الباراسمباثيك. فحتى لو حصل باراسمباثيك شوك، الفنتريكل يفضل في السليم، وطالما الفنتريكل في السليم اذا المخ سيادتك في السليم، لان الدم هيوصل له عادي. هتقول لي بس انا مش فاهم، لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله، لا الصلاة والسلام، لا كده هنتعب مع بعض، كده هنتعب مع بعض، كده انت اهلاوي. واحده واحده كده ونبتدي نتكلم. الباراسمباثيك سمع الخبر وطب ساكت، الباراسمباثيك سمع الخبر وطب ساكت، الباراسمباثيك سمع الخبر وطب ساكت، اتخبط في اماكن تعجيزيه غنيه بالباراسمباثيك. قول بقى سمع الخبر وطب ساكت، الموضوع بالنسبه لي بيكون صادن او جراديو، صادن او رابد، صادن او رابد. ادي الاطروبين اكيد هيستجيب، لو سيادتك الباراسمباثيك بيتقفل بالاطروبين. ممكن تقول لي الاسباب، سمع الخبر ان اكسبكتد، ملوش علاقه بجود ولا باد، يبقى اتخبط في اماكن ريتش بالباراسمباثيك. ثانك يو. اللي بعده، ثم بعد كده الكلينيكال بيكشر، الفايتال ساينز، البلاد بريشر والبالس والتمبريشر والسبايتو ريت، كل حاجه بتبقى قليله قليله قليله، لان الباراسمباثيك بيهمد الجسم، بينيم الجسم. ما تيجي نتكلم على سبب الوفاه هنا، طالما سيادتك في ضغط هابط، وطالما ضربات القلب اصلا ضعيفه، اذا كميه الدم اللي وصل للمخ تبقى ضعيفه، يبقى الحاجه اللي هيموت منها بسبب البرين انيميا. بس من رحمه ربنا نسبه كبيره عاده مش مميته. اشمعنى؟ بسبب ربنا بيكون هو خالق حاجه اسمها فيجال اسكيب فينومينا، بمعنى ان الفنتريكل بيشتغل لوحده، ما بياخدش سيادتك من الباراسمباثيك. ولو الفنتريكل بيشتغل ما بياخدش من الباراسمباثيك، اذا الباراسمباثيك مش هياثر عليه، وطول ما الفنتريكل في السليم مخك في السليم. طب حد يعرف اذا كان لا قدر الله توفى بعد الوفاه؟ دي مهمه جدا وبتنزل في الامتحان، اكتب على ام سي كيو. حد يعرف بعد الوفاه الاورجانز هيكون فيها ايه؟ طالما الاورجانز مش وصل لها دم، زي المخ كده ما كانش وصل له دم وحصل له هايبوتنشن، اذا الاورجانز كلها يكون فيها انيميا وبلور. فدول بس انا مش مقتنع. مش مقتنع ليه يا ابني انت؟ مش مقتنع ليه؟ مش انت بتقول لي هموم بسبب انيميا؟ يبقى الفكره كلها لما جيت بسالك على الاورجن، مش البرين ده اورجن هستطرف؟ الفكره كلها الموضوع بالنسبه لك، طالما البرين ده اورجن، اذا الموضوع بالنسبه لك يقول سيادتك هو برين انيميا. اذا بعد الوفاه يقول سيادتك اصلا ما فيش دم موصل سيادتك للاورجنز، اذا اللي هو بتلاقي الاورجنز فيها انيميا وبلور. قلت لي بس انا مش مبسوط، ولا انت مبسوط، ولا احنا مبسوطين، ولا الناس مبسوطين. الفكره كلها الموضوع بالنسبه لي يقول سيادتك واحده واحده كده، وهنبتدي نتكلم يا غالي. ما تيجي نتكلم على الباراسمباثيك كمان مره. الباراسمباثيك سمع الخبر وطب ساكت، الموضوع بالنسبه لي بيكون صادن او رابت. ثانك يو. ادي اطروبين، الاطروبين هيقفلوا، ادي الاطروبين، الاطروبين هيقفلوا. ثانك يو. سمع الخبر وطب ساكت، الخبر بالنسبه لي بيكون ان اكسبكتد، الخبر بالنسبه لي بيكون ان اكسبكتد، غير متوقع. وبيقول لي سيادتك سمع باد نيو، لا باد ولا جود مش فارق، ان اكسبكتد، اتخبط في اماكن ريتش بالباراسمباثيك، لارنكس، في صدر بريكارديوم، في بطن، يكون عندك سيادتك اللي هو الجزء بتاع اللي هو الابدومين، ثم بعد كده الجزء بتاع الجينيتاليا. تعرف تقول لي كلينيكال بيكشر، الباراسمباثيك بيهمد الجسم، كل حاجه عنده تبقى ضعيفه، ولو الضغط ضعيف والنبضات ضعيفه، اذا كميه الدم اللي وصل البرين هتكون سيادتك ضعيفه، فيكون عنده سيادتك برين انيميا، يبقى ده سبب الوفاه انيميا. اذا الاورجن البوست مورتم بيكتشر، علامات ما بعد الوفاه، لو جيت بصيت على الاورجن هتلاقي فيها انيميا وبلغ، بس الحمد لله انها عاده غير مميته. اشمعنى غير مميته؟ بسبب وجود فيجال اسكيب فينومينا، بمعنى ان الفنتركل هيشتغل سيادتك اللي هو مش هياخد منين؟ مش هياخد سيادتك اللي هو من الفيجاس، يبقى سيادتك الفنتركل لو بيشتغل في السليم، اذا المخ هيوصل سيادتك للدم، اذا طالما المخ في السليم سيادتك اللي هو خلاص البدن هيعيش.
ده البارا سمباثيك شوك. لما نيجي نتكلم على الجزء بتاع السمباثيك شوك، تعرف تشرح السمباثيك؟ قعد يقول يا صلى الله رسول الله عليه الصلاه، مال يتقال 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 يتقال، الموضوع يكون جراديوال. الاتروبين لا يستجيب لانه ليه علاقه بالبارا سمباثيك. مال يتقال 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 يتقال، يكون عندك سيفير بين. السمباثيك بيولع في الجسم، السمباثيك بيولع في الجسم، اذا الفكره كلها الفايتال ساينز الضغط عالي وضربات قلب سريعه. ضربات القلب سريعه اذا سبب الوفاه ممكن يكون بسبب فنتريكو تاكي كارديا، وضربات القلب لو زادت فوق سيادتك اللي هو ال 100 200 وصلت 300، ده سيادتك معنى كان الفنتريك بيرعش بالمنظر ده كده، مش قادر اصلا، مش لاقي يعمل انقباض، يقول لسيادتك ده اسمه فنتريكو فايبريليشن، ويموت اكتر لو في مريض قلب. طب الاورجنز بعد الوفاه دي ام اس كيو برضه، الاورجنز بعد الوفاه مش عايز ذكاء بقى، اذا كان الضغط عالي 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 الضغط عالي، يبقى كونجيشن في الاورجنز، والكونجيشن هينشع ميه، هيطلع ميه يكون معاه اديمه لان الضغط عالي جدا. اذا الاورجنز هنا يكون فيها بالور وانيميا، والاورجنز هنا فيها كونجيشن واديمه. هقول تاني السمباثيك، الفكره كلها الموضوع بالنسبه لي لما نيجي نتكلم على الجزء بتاع السمباثيك، الجزء بتاع السمباثيك جرعه العاديه ولسيادتك، السمباثيك بيقول لك عمال يتقال 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 لسيادتك اللي هو بسبب السيفير سيفير بين، بياخد وقت لغايه ما سيادتك يغمى عليه، والموضوع بالنسبه لك بيكون جراديوال سيفير بين. الفيتال ساينز السمباثيك اكتب كده بيولع في الجسم، انا لو منك اكتب كده في السمباثيك اوزر الكيوم بتاعنا في كلينيكال بيكشر اكتب بيولع الجسم، عكس الناحيه الثانيه بينيم الجسم، فلو بينيم الجسم والضغط هابط، لو بيولع في الجسم الضغط هيكون عالي، لو الضغط هابط يبقى كميه الدم اللي واصله سيادتك اللي هو بيقول لسيادتك المخ تبقى ضعيفه والاورجنز تبقى ضعيفه، يبقى يموت بسبب البرين انيميا، اذا الاورجنز كلها فيها انيميا وبالور. الناحيه الثانيه عند ستك الضغط عالي الضغط عالي الضغط عالي، ضربات قلب سريعه ضربات قلب سريعه ضربات قلب سريعه، اذا يموت سبب ضربات قلب سريعه جدا، وخصوصا لو مريض قلب فينتوكا فايب ريليشن، والضغط عالي الضغط عالي الضغط عالي الضغط عالي، اذا كميه الدم اللي وصل الاورجنز عاليه جدا، فيكون في كونجيشن وإديما. مفهوم الكلام ده كده؟ يا رب الكلام يكون مفهوم. ما تيجي نتكلم بعد كده الجزء اللي هو اللي بعديه، تعال نتكلم على مين؟ تعال نتكلم على الهيماتوجينوس. تعالى نتكلم على الجزء بتاع الهيماتوجينوس. الجزء بتاع الهيماتوجينوس، الهيماتوجينوس ده الموست كومن فيهم طبعا، اكتب كده حوادث الاستقبال. الهيماتوجينوس ده اكتب كده عليها حوادث الاستقبال. حوادث الاستقبال موضوع بالنسبه لك، يقول سيادتك حوادث الاستقبال عمال ينزف 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 لغايه المغمى عليه، لغايه ما دمه صفى الموضوع بيكون جراديوال. طبعا الاتروبين ملوش علاقه خالص. حد يعرف ايه اصلا السبب؟ ما هو الفكره كلها الهيماتوجين داخل في شوك ليه؟ لان لما سيادتك حصله بلاد لوس، لما فقد كميه دم كتيره، البلاد فوليوم قل. لما البلاد فوليوم قل، اذا سيادتك حصل له هايبوتنشن، ضغطه هابط، ما عادش فيه دم جسم، ما عادش في جسمه دم. هيطلع سيادتك ماده انفلاماتوري ميدييتور اسمها الهيستامين. الهيستامين دي كان فازو ايه؟ فازو دايليتيشن، فتزود الهايبوتنشن اكتر. لما يحصل هايبوتنشن سيادتك اللي هو اصلا ممكن يحصل له شوك ويموت فيه كده. الهايبوتنشن هنا عنده سيفير بسبب حاجتين. مين هما الحاجتين؟ اولا هو فقد دم كتير فمفيش دم في جسمه اصلا. ثانيا الحاجه الثانيه الموضوع بالنسبه لك ان الضغط الدم سيادتك لما هيبط على الاخر طلع ماده اسمها الهيستامين بسبب الانفلاماتوري ميدييتور، بترد على الجسم تعمل فازو دايليتيشن، يحصل لك برضه سيفير هايبوتنشن بسبب الفازو دايليتيشن. تعرف تقول الكلينيكال بيكشر سهله دي، اذا كنت انا عامل لك فقد دم كتير خالص وعنده فازو دايليتيشن، اذا يكون عنده هايبوتنشن. واظن حضرتك تكون عارف ان الهايبوتنشن سيادتك تقلب ريفلكس تاكي كارديا، لان القلب عايز يعوض، فتلاقي سيادتك ضربات القلب بيسموها كلمه تاكي كارديا رابيد ويك بالس. حلو الكلام؟ اذا كان مفيش دم في جسمه، اذا اطرافه متلجه، مفيش دم في جسمه يا ابني، فتلاقي جسمه كله سيادتك فيه هايبو سيرميا. واحد يقول لي بس انا اتلخبطت يا دي النيله. سمع الخبر وطب ساكت، الموضوع بيكون صادم او رابد. عمال يتألم 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 جرادوال، ينزف 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 ينزف، والأشهر هيماتوجينوس جرادوال. ادي الأتروبين البارس المسالك يستجيب. ممكن نقول أسباب. أول سبب سمع خبر أنكسبكتد، اتخبط في أماكن ريتش بالبارس المسالك. البارس المسالك بيهبط الجسم بينيمه، فالفيتال ساينز قليلة. طب ما الفيتال ساينز قليلة والضغط هابط، يبقى كمية الدم وصل البرين ضعيفة، يبقى يكون في بالور وانيميا في الجسم كله، فيموت بسبب برين انيميا. بعد الوفاة بالور وانيميا، اكتب على ام سي كيو هامة جدا. بعد الوفاة
بعد الوفاة، بعد الوفاة الفكرة كلها الموضوع بالنسبة لك يقول لي سيادتك اللي هو بيكون في باله رأنيمة، بس الحمد لله ان نوت كون ساب فيجا الاسكيب في يومين من الفيجاس، ما بياخدش من بره السمسات اصلا. نكمل ولا ايه؟ نكمل؟ نكمل ايه السمسات دي؟ بل يتقال عمال يتقال يتقال يسوي سيفير بين الفايتال ساينز عالية عالية عالية، ضربات قلب سريعة، الضغط عالي، ضربات قلب سريعة، الضغط عالي، ضربات قلب سريعة، فيدوكا تاكي كارد، فيدوكا فايبرليشن، ضربات قلب سريعة، الضغط عالي، الضغط عالي، الضغط عالي، فتلاقي الجسم كله بعد الوفاة الأورجنز كلها مليانة كونجيشن وهيديما. فتيجي نتكلم على الهيماتوجنز، الهيماتوجنز دي أكثرهم شيوعا، يعني إيه أكثرهم شيوعا؟ الهيماتوجنز دي الموست كومن. الموضوع بالنسبه لك سيادتك في الجزء بتاع اللي هو الهيماتوجينوس واللي سيادتك كده في الهيماتوجينوس، اول حاجه سيادتك عمال اللي هو سيادتك ينزف ينزف ينزف، الموضوع بيكون جراديوال، الموضوع بيكون جراديوال. بعد كده عند سيادتك اللي هو النتيجه هو سببه ايه؟ ان هو فقد دم كتير، فيكون عنده هايبوتنشن مع وجود سيادتك الانفلاماتوري ميديتور ماده زي الهستامين، بتعمل برضه عند سيادتك اللي هو فازو دايليتيشن، فبيدخل في سيفير هايبوتنشن. اذا اول حاجه باينه عنده يكون عنده اللي هو سيفير هايبوتنشن. سيفير هايبوتنشن بسبب ايه؟ بسبب ان هو فقد دم كتير، وبسبب ان الهستامين عامل فازو ايه؟ فازو دايليتيشن. طيب لما يكون في هايبوتنشن جسمك على طول بيرد عليك بضربات قلب سريع عشان عايز يلحقه، فبيسموه كلمه رابل ده ويك بالس اللي هو هايبوتنشن تيليبر فليكس تاكي كارديا. اكتب عند الهايبوتنشن تيليبر فليكس تاكي كارديا بيسموه رابل ده ويك بالس. وطالما ما فيش دم في الجسم اكتب كده ما فيش دم موصل لاطراف، وطالما ما فيش دم موصل لاطراف يبقى هايبو سيرميا. وايه النقطه؟ ايه النقطه؟ غياب الاكسجين او نقص الاكسجين يعمل ستيميوليشن في الريسبيراتوري سنتر، فلو عمل ستيميوليشن في الريسبيراتوري سنتر بيسموها رابيد شالو ريسبيريشن. طب رابيد ليه؟ بسبب الاستيميوليشن في الريسبيراتوري سنتر. طب شالو ليه؟ لان العيان بيموت مش قادر ياخد نفسه، فتلاقي بدل بيتنفس كده مش قادر ياخد نفسه، مش بيعمل كده، مش قادر ياخد نفسه اصلا كده، الموضوع بيكون شال وخلاص البدن بيموت لانه نزف كتير. اول تاني ان الكلام ده مهم. البرس المثالي بيعمل في الجسم بينيمه، السمساتك يولعه، علي علي الحكايه، علي علي يعني. هتيجي نتكلم على الجزء بتاع الهيماتوجينوس. ايه الجزء بتاع الهيماتوجينوس؟ نتيجه النزيف الشديد دخل في سيفير هايبوتنشن، والسيفير هايبوتنشن قلبت سيادتك بعد كده سيادتك اللي هو بريفليكس تاكي كارديا رابيد ويك بالس، لان القلب عايز يعوض. اذا كان ما فيش سيادتك اللي هو الضغط في الجسم، اذا كان ما فيش دم في الجسم، اذا كميه الدم اللي في الجسم سيادتك تبقى ضعيفه، وطالما كميه الدم اللي في الجسم تبقى ضعيفه اذا سيادتك درجه الحراره تبقى ضعيفه. اكتب كده درجه الحراره ضعيفه لان ما فيش دم في الجسم اصلا، فيدخل في هايبوثيرميا. اهم حاجه لازم تعرف ان سيادتك مفيش دم، اذا سيادتك هيكون في نقص او غياب للاكسجين. نقص الهايبوكسيا او الان اوكسي غياب في الاكسجين يبتدي يحصل فيها ايه؟ يبتدي يعمل ستيميليشن في الريسبيراتو سنتر، فتلاقي التنفس بتاعه بيسموه رابد مش قادر ياخد نفسه، مش ديب، ما هو ديب يعني كده هو مش قادر يا ابني، بدن بيموت. ف بيقول سيادتك رابد شالو ريسبيريشن مش ديب، رابد شالو ريسبيريشن. طبعا هيموت بسبب نقص الاكسجين اسمه هايبوكسيا او اسمه انوكسيا. طبعا سيادتك بعد الوفاه اكتب كده بعد الوفاه هنلاقي جسمه فيه بالور، طبعا دي جسمه فيه بالور يا حبيبي مفيش دم تصدرف، ونلاقي سيادتك طبعا ان الكابيلاس فيها فازو دايليتيشن، صح؟ حد فاكر ان الاستاميه عامل فازو ايه؟ دايليتيشن. فتلاقي الكابيلاس تحس انها منفوخه كده، منفوخه فيها حاجه اسمها ان جور جيمنت. مش عاجبني الكلام ده، ولا انت عاجبك الكلام ده، ولا عاجب اهله، ولا عاجب ابوه، ولا عاجب امه. بص يا غالي، بص يا غالي، انا بقيت لك مليون مره عمال يتألم يتألم يتألم، ده السمباستاتيك ينزف 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 ينزف، الموضوع بالنسبه لك هيكون مين؟ هيماتوجينوس. دي اكثر شيوعا. طيب ايه سببها اصلا؟ نزف كتير فالبلاد فوليوم قل خالص، فدخل في سيفير هايبوتنشن مع وجود انفلاماتوري ميديتور بترد على سيادتك النزيف ده اسمها هيستامين، عمل سيفير فازو دايليتيشن، عمل سيفير هايبوتنشن. وطالما في سيفير هايبوتنشن يبقى سيادتك ادي هايبوتنشن، والهايبوتنشن تيليبر ريفلكس رابيد ويك بالس تاكي كارد عشان القلب عايز يلحق يعوض. الهايبوتنشن هايبوتنشن سيادتك لو بفكر كلها مفيش دم، وطالما مفيش دم جسمي يكون متلج يبقى هايبوثيرميا.
هايبوثيرميا، نقص الاكسجين في الجسم. سيادتك كامل السيميوليشن في ريسباتو سنتر، وفي سيميوليشن في ريسباتو سنتر بيسموه رابيد شالو ريسبيريشن. ليه رابيد شالو مش ديب؟ ليه مش ديب؟ لانه مش قادر ياخد نفسه انه بيموت، داخل في شوك. رابيد شالو ريسبيريشن انه هو معانا شالو. مفهوم الكلام ده كده؟ تعال نتكلم بعد كده الجزء اللي بعديه، ايه اللي انت عايزه مني؟ واللي سيادتك كده سبب الوفاه، اول واحده بسبب البرين انيميا بس مش كومن، تاني واحده بسبب الفي اف انتوكو فايبرليشن، اخر واحده عند سيادتك بسبب اللي هو مين؟ البرين، واسف بسبب الان اوكسيا بقى والهايموكس، اخر واحده بسبب الهايموكسيا او الانوكسيا. بعد الوفاه اكتب كده لو سمحت، بعد الوفاه هتبقى سيادتك فيها عبارة لان مفيش دم في جسمه، واكتب كده ان الكابلرز هيكون فيها فازو دايليتيشن. مش احنا قلنا الكابلرز فيها فازو دايليتيشن؟ طالما الكابلرز فيها فازو دايليتيشن تحس انها منفوخه، تحس انها منفوخه. فازو دايليتيشن تحس فيها انجورجمنت، تحس ان فيها انجورجمنت. دي اول مقارنه احنا عاوزينها. تيجي نتكلم عن المقارنه الثانيه، بس انا قبل ما المقارنه الثانيه ما فيهاش حاجه بنستحمل دقيقه. استحمل دقيقه. الباراسمباثيك شوك ثم السمباثيك شوك دول اسمهم البرايمري، والسكندري بالنسبه لي الهيماتوجنس. مين اكثرهم شيوعا؟ الهيماتوجنس. الموضوع بالنسبه لك هنا يكون عندك رابت او صادن جراديوال جراديوال. ادي الاتروبين يستجيب لا يستجيب لا يستجيب. سمع الخبر وطب سايكل انكسبكتد، تتخبط في اماكن تعجيزيه. هنا سببها ايه؟ هنا سببها سيفير بين، هنا سببها عند سيادتك اللي هو النزيف الشديد. طيب ايه الفكره كلها؟ الفيتال ساينز هنا كلها عندي هتبقى قليله، الفيتال ساينز عندي هنا كلها تبقى عاليه. يبقى لسيادتك هنا بقى طالما نزف كتير يكون عنده هايبوتنشن، والهايبوتنشن اذا ما فيش دم تيلي بيرفليكس عندي تاكي كارديا رابيد ويك بالس. هايبوتنشن يعني ما فيش دم في الجسم، ما فيش دم في الجسم سيادتك يكون مع هايبوثيرميا. هايبوثيرميا والهايبوكسيا دي تعمل له سيادتك اللي هو تعمل لك اللي هو السيميوليشن في الريسبيراتور سنتر، السيميوليشن في الريسبيراتور سنتر في سمو رابيد شالو ري شالو لانه مغمى عليه مش قادر ياخد نفسه اصلا. سبب الوفاه هنا برين انيميا، فتلاقي الاورجنز هنا فيها انيميا وبالور. سبب سيادتك الوفاه هنا فينتوكا تاكي كارديا، تلاقي الجسم كله فيه كونجيشن وديما. سبب الوفاه هنا غياب الاكسجين، فتلاقي سيادتك اللي هو اصلا بعد الوفاه تلاقي فيه بالور، وتلاقي فيه فازو ديليتيشن في الكابيلاريز اللي هو نتيجه سيادتك الهستامين فيها انجور جنرال. خلاص يعني انا حاولت على قد ما اقدر. تعال نتكلم عن المقارنه الثانيه تقريبا اللي مهمه، وبعد كده سيادتك بعد ما نخلص تبقى نتكلم خمس دقائق كده. اللهم صل على رسول الله. بعد المقارنه دي ويبقى الحصه خلصت، تعال نتكلم عن الجزء بتاع الامبوليزم. ايه الجزء بتاع الامبوليزم؟ وانا حضرتك لازم تكون عارف ان الامبوليزم عند سيادتك في منها ثلاث انواع. اما حاجه اسمها فينوس اير امبوليزم، يا اما حاجه اسمها ارتيريال اير امبوليزم، ولازم يجي فيهم سؤال. يا اما سيادتك الثالثه اسمها فات امبوليزم، لازم يجي واحده سيادتك سؤال في الثلاثه. بص معايا كده، ايه الجزء بتاع الارتيريال؟ وايه الجزء بتاع الفينوس؟ وايه الجزء بتاع الفات امبوليزم؟ بص يا غالي، لو الهواء دخل في الفين يعمل فينوس اير امبوليزم، ولو الهواء دخل في الارتري يعمل لك ارتيريال اير امبوليزم. طب لو في عظم اتكسر، ولو في فات اتحقن في الجسم، لو الفات وقف سيادتك في الجسم يعمل لك فات امبوليزم. تاني، لو الهواء دخل في الفين يعمل لك حاجه اسمها فينوس اير امبوليزم، ولو هو دخل في الارتري اسمه ارتيريال اير امبوليزم. ولو في فات، لو في فات فرقع في الجسم، لو في فات فرقع في الجسم، في فات فرقع في الجسم يعمل لسيادتك حاجه اسمها كلمه فات امبوليزم. طب ممكن نبدا بالسهله؟ ابدا لي بالسهله. مين السهله؟ تعال نبدا بالفات. ايه اللي ممكن سيادتك يعمل فات امبوليزم؟ هتلاقي كاتبه لك بكلمه فات. ايه كلمه فات دي؟ اول اف يكون عند سيادتك فراكتشر في اللونج بون. اظن الناس كلها تعرف العظم سيادتك بتاع الكوارع، سيادتك العظم نفسه سيادتك بيكون فيه بهاريز. البهاريز دي سيادتك اللي هو مين؟ اللي هو سيادتك اللي هو بتاعه البون مارو، بيكون سيادتك فيها فات. فلازم عند حضرتك تعرف من ضمن الحاجات اللي ممكن تعمل فات امبوليزم، اول حاجه فراكتشر في انهي بون؟ في اللونج بون. حرف الاي، امبول اوف لايبويد ماتيريال. يعني ايه امبول اوف لايبويد ماتيريال؟ بحقن ماده صبغه. الناس اللي بتدخل تعمل اشعه بالصبغه لما بياخدوا سيادتك اللي هو سيادتك صبغه، لو الصبغه دي في سيادتك لازم يظبطوا التركيز بتاعها. سيادتك لازم تكون سيادتك اللي هو الصبغه كويسه، لان الصبغه دي لو منتهيه الصلاحيه او سيادتك اللي هو التركيز بتاعها سيادتك اللي هو عالي ولا اي حاجه، تعمل لك سيادتك تقف لك في الفينز. لو وقفت في الفين تعمل لك سيادتك حاجه اسمها فات امبوليزم. يبقى حرف الايه؟ امبول اوف لايبويد ماتيريال، حقنت امبول اوف لايبويد ماتيريال. حرف التي اتخبط في اماكن فيها ايه؟ انا بتكلم دلوقتي على جزء اسمه ايه؟ على الجزء اللي هو بتاع سيادتك اللي هو الامبوليزم. ايه اللي انت عايزه مني كده؟ تعال نتكلم. هما كام نوع؟ ثلاثه، فينوس
arterial fat embolism، venous arterial fat embolism. واحده واحده كده ونبتدي نتكلم. الجزء بتاع الفات امبوليزم، اول حاجه الموضوع بالنسبه لي جنسيتك في الفات امبوليزم، سببها كلمه فات. ايه كلمه فات دي؟ اول حاجه فراغت شعر في اماكن سيادتك لو في فراغت شعر في اماكن سيادتك لو بيكون فيها لونج بون، يعني كسر في اماكن فيها لونج بون. الحمد لله. حرف الايه يا اما بحقن ماده، بحقن ماده، بحقن ماده، بيسموها سيادتك انبول اوف لايبود ماتيريال، اشعه، او سيادتك اللي هو الصبغه، صبغه الناس تعمل اشعه بالصبغه، انبول اوف لايبود ماتيريال. يا اما حرف التي تحقق او تخبط في اماكن سيادتك كلها مليانه بالايه؟ كلها مليانه بالايه؟ بالفات. بص يا غالي بقى سيادتك، ايه اسباب الفات امبوليزم؟ هي كلمه فات. حرف الاف فراغت شعر في اماكن سيادتك اللي هو مين؟ فراغت شعر في اماكن لونج بون. حرف الاي دهن ماده وقفت في الجسم اسمها سيادتك اللي هو وقفت سيادتك اللي هو في الاورده امبول اوف لايبود ماتيريال، يا اما تروما في اماكن مليانه بالايه؟ مليانه بالفات. بص يا غالي جرات العاده الفات دي ماده مش نظيفه، الفات ماده مش نظيفه، فلو تمتص بتمتص عن طريق الفينز. اكتب كده ان الفات ماده مش نظيفه، الفات ماده مش نظيفه، فلو تمتص هتمتص عن طريق الفينز، الفات ماده مش نظيفه، فلو تمتص تمتص عن طريق الفين. ممكن تبص معايا؟ والله لو دخلت سيادتك لو بيقول سيادتك لو دخلت الجسم، لو دخلت الجسم هتدخل سيادتك لو الرايت، سيادتك لو السايد عن طريق حاجه اسمها السبيرون فيو بناكابا. لو سيادتك دخلت السبيرون فيو بناكابا ممكن تسد الدنيا، هتدخل بعد كده على الجزء بتاع الرايت اتريم، ثم بعد كده الجزء بتاع اللي هو الرايت فينتريكل، ثم بعد كده الجزء اللي هو بتاع اللي هو البلمونري. واضح من الكلام ان الفكره كلها ان الفات لو مش نظيف، الفات لو مش نظيف يعمل ايه؟ الفات لو مش نظيف يبتدي يرجع من سيادتك عن طريق الفين، ولو رجع من طريق الفين السيطر رجع عن طريق حاجه اسمها السبيرون فيو بناكابا، لو رجع عن طريق السبيرون فيو بناكابا رجع عن طريق عند سيادتك اللي هو الرايت اتريم، ثم الرايت اتريم يرجع الى الجزء بتاع اللي هو الرايت فينتريكل، والرايت فينتريكل يدخل على البلمونري. اذا واضح من الكلام ان اللي باظ هنا انهي جزء؟ الرايت سايد. يبقى الفكره كلها ادي كده القلب باظ، لان سيادتك اللي هو لو سيادتك لو سد اللي هو سيادتك اللي هو لو سد القلب الفات ده ولو راح للنج يعمل ريسبيراتوري فيلير. حد يعرف عن سيادتك بعد الوفاه؟ بعد الوفاه ممكن نعرف ازاي؟ اه وانت بتشرح الجثه اكيد الفات ممكن نشوفه بعينينا. واظن سيادتك الناس كانت تعرف في الهيستولوجي كان في صبغتين، واحده اسمها سودان سيري تديك لون برتقالي اورنج، والثانيه عند سيادتك اسمها ارزينيك اسيد، بص 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 تديك لون اسود، ارزينيك اسيد تديك لون اسود. نقول تاني؟ نقول تاني؟ نقول تاني؟ الفكره كلها الموضوع بالنسبه لي جرعه العاده الدم يكون هيجي عن طريق السبيرون فيو فيناكا. اول حاجه وايه الاسباب بتاعه الفات؟ ايه الاسباب بتاعه الفات؟ حرف الاف فراكتشر في اماكن سيادتك فيها لونج بون، اماكن اللي هو سيادتك اللي هو بتاع الاماكن اللي هو العظم سيادتك اللي هو الطويل. مش معنى اللونج بون، لان الفكره كلها الموضوع بالنسبه لي يقول سيادتك كده، لان العظم اللي هو اللونج بيكون جواه سيادتك بهاريس كده، فلو العظم اتكسر. عشان كده من اشهر الحاجات اللي ممكن تحصل في العمليه والبني ادم سيادتك داخل يركب مسمار او داخل سيادتك يشيل مسمار حصل فيه نكروزس في رجله لا قدر الله ولا اي حاجه مثلا في الفيمر، يقول لك العمليه دي بتاخد ساعات طويله، ولو خدت ساعات طويله ممكن عند سيادتك اللي هو العظم سيادتك يهرب منه الفات، ولو هرب منه الفات يمتص عن طريق الفين، يدخل عن طريق السبيرون فيو فيناكابا، يدخل عن طريق الرايت اتريم، ثم بعد كده الرايت فينتريكل على الرايت سايد، بعد كده يروح للنج. هيوقف زي ما يكون في دهون سيادتك على القلب، القلب خلاص باظ اصلا، فبيقول سيادتك ممكن يقول سبب فات امبوليزم. ايش عرفك عن سيادتك وانت بتصور كده ان ده في فات؟ اولا سيادتك ده بدا بالرايت سايد زي ما احنا اتفقنا، احنا قلنا الكلام ده. ثانيا رقم اثنين يقول سيادتك ايزلي ديتكتد باي نيك باي، وانت بتشرح الجثه هتلاقي الكلام ده بعينك عادي. ثم بعد كده في صبغتين، منهم الصبغتين، الصبغه اسمها ارزينيك اسيد تديك لون اسود، وصبغه اسمها سودان سري تديك لون اورانج. مفهوم الكلام ده كده؟ طب ما تيجي نتكلم سيادتك على الجزء بتاع اللي هو مين؟ الارتيريال والجزء بتاع الفينوس. ما اعتقدش الفات احنا هنعوزها تاني، صح؟ ما هي الفات دي لا كانت كلمه فات. ايه كلمه فات دي؟ حرف الاتش فراكتشر في اماكن فيها لونج بون، حرف الايه بحث الماده سيادتك صبغه مش نظيفه اسمها امبول اوف لايبود ماتيريال، ثم حرف الدي اشعه بالصبغه، الناس بتعمل اشعه بالصبغه بتتحقن صبغه بقى كميه من الاشعه، لو لا قدر الصبغه وقفت ده مصيبه سوداء دي، ثم اذا تعمل لك جلطه بيسموها فات امبوليزم، ثم بعد كده تروما في اماكن كلها مليانه بالفات. يا تروما في اماكن كلها سيادتك لو بتكون مليانه بالايه؟ مليانه بالفات. نكمل ولا ايه؟ نكمل؟ تعالى نكمل.
ايه اللي انت عايزه بعد كده الجزء اللي بعديه؟ بيقول لي سيادتك كده الفكره كلها جرت العادي يقول سيادتك. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الجزء بتاع القلب. الناس كلها تعرف الفات مش نظيف، الفات مش نظيف، الفات مش نظيف، فيمتص عن طريق مين؟ يمتص عن طريق الفينز. لو امتص عن طريق الفينز ايه اللي يحصل فيه؟ يرجع عن طريق حاجه اسمها السولينوم فيوجن كافا الى الرايت اتريوم الى الرايت فينتريكل، والرايت فينتريكل يدخل على البلمونري، يدخل على اللنج، يدخل على البلمونري، يدخل على اللنج. عشان كده عند سيادتك انت هنا هتلاقي ناحيه الرايت سيادتك كلها عند سيادتك مليانه ايه؟ مليانه فات. يبقى بالنيكد اي، يبقى دايجنوزد باي نيكد اي بالعين، يا اما صبغتين، واحده اسمها سودان 3 تديك لون اورنج وارزينيك اسيد اسود. مفهوم الكلام ده؟ مفهوم الكلام ده. طيب ما تيجي نتكلم على الجزء بتاع اللي هو الارتيريا، وتعالى نتكلم على الجزء بتاع الفينوس. الجزء بتاع الارتيريا وايه الجزء بتاع الفينوس؟ ايه اشهر اسباب تعمل فينوس وايه اشهر اسباب تعمل ارتيريا؟ اشهر اسباب تعمل فينوس بيقول لك لو بني ادم اتذبح في الرقبه، اتذبح في الرقبه يبقى في حاله اللي هو مين؟ في حاله الكريمنال ابورشن، لان البني ادم لو اتذبح بيقطع سيادتك الجاجولار فينز اللي في الرقبه، فالهواء لو دخل في الفين اسمها عند سيادتك ايه؟ اسمها عند سيادتك اللي هو الكريمنال، او سيادتك في حالات اسف قد ثروت، في حالات القد ثروت. ايه القد ثروت دي؟ في حالات قطع الرقبه، وانت بتقطع الرقبه الفكره كلها الموضوع بالنسبه لك اللي سيادتك تقطع سيادتك اللي هو الجاجولار فينز، لو الهواء دخل في الفين في حالات القد ثروت كده الفكره كلها الموضوع بالنسبه لك لو الهواء دخل في الفين يعمل لك حاجه اسمها فينوس امبوليس، يما في حالات سيادتك الاجهاض في حالات الكريمنال ابورشن. باذن الله الترم الثاني اذا ربنا احيانا هتاخد الكلام ده، في حالات الاجهاض الستات سيادتك بتبتدي تدخل اي فورم بودي سيادتك اللي هو في الجينيتاليا، عشان سيادتك عايزه تفرقع الممبرين اللي حوالين البيبي وتبتدي تسقط الميه تنزل عليها وتسقط. فلو لا قدر الله لو هي بتدخل اي حاجه عند سيادتك ممكن تعور فين ولا حاجه، فلو هو لو دخل في الفين اسمها فينوس اير امبوليزم. يا اما سيادتك انسداد قناه فالوب، تاخد الكلام ده في النساء، وسيادتك واللي هو الدكاتره بيحاولوا يفتحوا اللي هو قناه فالوب عشان الست تخلف تيوبال انسفليشن ممكن يعور فين ولا حاجه يعمل لك حاجه اسمها فينوس اير امبوليزم. ما يقول لك الكلام ده مهم. بص يا راجل طيب، تعرف تقول ايه اسباب الفات؟ اسباب الفات كانت كلمه فات، ايه فات دي؟ حرف الاف فرقت شرف اماكن سيادتك اللي هو بيقول لك في اللونج بول، حرف الاي انبول بحث الماده فيها لايفويد ماتيريال، حرف التي تروما في اماكن كلها مليانه بالايه؟ مليانه بالفات. خلصت؟ خلصت يعني ما تزوق الدنيا، ازوق الدنيا اقول ايه يعني؟ جرت العاده يقول لسيادتك ما تيجي نتكلم بعد كده يقول لك الفات لان سيادتك يمتص، يمتص فات مش نظيف، يمتص عن طريق الفينز، يمتص عن طريق الفين يرجع عن طريق السيلون فيلو فينا كافا الى الرايت اتريوم الى الرايت فينتريكل كده ناحيه الرايت كلها الدهون وقفت فيها زي الجلطات بالظبط. عشان كده انت لما سيادتك لما تيجي تبص الكلام ده، الكلام ده سيادتك لو بلاقي الكلام ده اللي هو بالايه؟ بالنيك باي بعينيا، ثم بعد كده الجزء هو اللي بعديه سيادتك لو انت سيادتك بتصبغ، لو خدت اللي هو سيادتك لو خدت عينه وبتصبغ ارزينك اسود اسود اهي، ثم سودان سريت ديك لون اورانج. خلصت. مين اشهر حاجات سيادتك ممكن تعمل لك عند سيادتك فينوس ايرموليزم؟ اشهر قطع سيادتك فين في الرقبه الجاجولار وانت بتذبح الرقبه في حاله القد ثروت. ولو الست بتدخل بحرف الفي فينوس بتدخل حاجه في الفاجينا، فالست سيادتك عورت فين من جوه بيسموها حاجه اسمها كريمنال ابورشن. يا اما سيادتك اللي هو الدكاتره هم بيحاولوا يفتحوا قنوات فالوب سيادتك بالاصوات بيسموها عند سيادتك حاجه اسمها تيوبال انسفليشن. طب مين اشهر حاجه تعمل لك ارتيريال؟ الطعن بالسكين، لان الطعن بالسكين بيضرب ديب اكتر. الطعن بالسكين اسمه ايه؟ ستاب وون. فاكتر حاجه تعمل لك ارتيريال الطعن بالسكين. مين هو الطعن بالسكين اللي هو الستاب وون؟ راجل بس الكلام شكله صعب برضه. تاني الكلام شكله صعب. سودان 3، سودان 3 بتديك لون اورنج ارزينيك اسود اسود اسيد اسيد اسود. مين اشهر اسباب تعمل فينوس امبوليزم؟ لو الست بتدخل بحرف الفي فينوس، حرف الفي حاجه في الفاجينا، فاجينا يبقى حته الكريمنال ابورشن لو بتسقط، ثم اشهر قطع فينز في الرقبه اللي هو القط ثروت في حالات الذبح. مين اشهر حاجه تعمل لك ارتيريال؟ اظن الارتري سيادتك بيكون ديب، واشهر حاجه سيادتك بتضرب ديب بالنسبه لها يكون اللي هو الطعن بالسكين اسمه الستاب وند. ممكن تبص معايا؟ حد يعرف لو الهواء دخل في الفين، لو الهواء دخل في الفين، لو الهواء دخل في الفين، لو اسمها فينوس اير امبوليزم، اسمها ايه؟ اسمها فينوس اير امبوليزم، اسمها فينوس اير امبوليزم، تعرف تقول الدم يمشي ازاي؟ اسمها فينوس اير امبوليزم، اسمها فينوس اير امبوليزم، يبقى اسمه فينوس، يبقى الهواء في الفين، يبقى سيادتك داخل عن طريق حاجه اسمها السوبرينو فيلو فينا كافا الى الرايت اتريوم الى الرايت فينتريكل للبلمونري.
زي ما واضح من الكلام اللي عند سيادتك، اللي باظ هنا رايت سايد رايت سايد، بس هنا الفرق ما بينه وبين اللي فات ان ده فيه هواء. الفرق سيادتك ان ده فيه هواء، فالفكره كلها بالنسبه لك ده اسمه حاجه اسمها فينوس اير امبوليزم. يعني ايه فينوس اير امبوليزم؟ قول بقى كده معايا. اولا حرف الفي فينوس، حرف الفي دي شبه السبعه. الله اكبر، الله لا اله الا الله. حرف الفي دي شبه السبعه، حرف الفي دي شبه السبعه. فبيقول لي حسيتك، بيقول لك من 70 ل 60 مللي، اقل حاجه سيادتك تموت من 70 ل 60 مللي. اقل حاجه سيادتك تموت من 70 ل 60 مللي، من 60 ل 70 مللي فيما فوق. فلو جالك صح ولا غلط، هل 100 مللي موت؟ اه طبعا. 120 مللي موت؟ اه. اقل حاجه تموت من 70 ل 60 فيما فوق، 60 ل 70 مللي. قلت لي بس انا مش مبسوط. برضه مش مبسوط، برضه مش مبسوط. ابسطك ازاي طيب؟ ادي الجزء بتاع الرايت وادي الجزء بتاع الليفت. مين اشهر اسباب حرف الفي فينوس؟ حرف الفي، لو انت بتدخل، لو الست بتدخل اي حاجه سيادتك لو في الفاجاني بيسموها سيادتك لو كريمنال ابورشن، او سيادتك لو في انسداد قنوات فالوبتي وانسفليشن في العمليات، يا اما سيادتك لو في حاله القط ثروت، لانه اشهر قطع فين؟ في الرقبه. مين اشهر سبب عند سيادتك ممكن، مين اشهر سبب بالنسبه لك ممكن عند سيادتك لو يعمل، ممكن يعمل اللي هو سيادتك الارتريال؟ الارتري دايما بيكون ديب، اذا اشهر حاجه ضربه ديب بالنسبه لها تكون الاستاب باوند. نكمل ولا ايه؟ نكمل. زو مع الدنيا. اقول ايه؟ لما اسمها فينوس اير امبوليزم، اسمها فينوس، يبقى سيادتك حرف الفي دي شبه السبعه. اكتب كده حرف الفي شبه السبعه، اذا اقل كميه سيادتك من 70 ل 60 مللي. الدم لما يكون سيادتك لو بحرف الفي فينوس، رجع سيادتك عن طريق السويلو في فيناكافا الى الرايت اتريوم، ومن الرايت اتريوم هيروح على الرايت فينتيكو، ومن الرايت فينتيكو هيروح للبلمونري. اسمها فينوس ريتيرن، فينوس ريتيرن اسمها فينوس اير امبوليزم. اذا الفكره كلها بتبقى بالمنظر ده، طالما هي بالمنظر ده، طالما هي بالمنظر ده، اذا الفكره كلها الموضوع بالنسبه لك ان من 60 ل 70 مللي هيدخلوا عن طريق السويلو في فيناكافا الى الرايت اتريوم الى الرايت فينتيكل الى بعد كده الجزء بتاع البلمونري. الفكره كلها ادي الرايت سايد باص، وادي سيادتك الريسبيريشن باص. بعد الوفاه صور، هتلاقي سيادتك الهواء موجود ناحيه الرايت. بعد الوفاه بيقول لسيادتك كده، بيجيبوا ابره ويحطوا سيادتك الابره، سيادتك في الرايت، ويحطوا الابره في الليفت، ويوصلوا سيادتك الابره دي بخرطوم تحت سطح ميه، زي حركه الميكانيكيه بالظبط. طالما سيادتك هنا في هواء، فتلاقي سيادتك في اير بابلز، اير بابلز، اير بابلز طالعه من ناحيه اليمين كتير. صلى الله على رسول الله، محمد رسول الله، والسلام براحه. الفينوس اير امبوليزم بحرف الفي، في فينوس، في فاجينا، يبقى سيادتك بحرف الفي في حاله الكريمنال ابورشن، اما اشهر قطع فين؟ في الرقبه، الجاجولار فينس، في كات ثروت. خلاص كده، خلاص كده، ذوق الدنيا، ذوق الدنيا. حرف الفي فينوس، حرف الفي من 70 ل 60 مللي، من 60 ل 70 مللي اقل كميه تموت فيما فوق. ف 60 يموت، 70 يموت، 80 يموت، 100 مللي يموت، مفيش اي مشاكل خالص. الدم لما يكون راجع سيادتك لو فيه هواء، راجع من الفين، راجع عن طريق حاجه اسمها السويلو فليو فيناكافا الى الرايت اتريوم، ومن الرايت اتريوم الى الرايت فينتريكل، ومن الرايت فينتريكل عند سيادتك لو مين هيروح للبلمونري. كده سيادتك ادي الرايت سايد باظ، وادي البلمونري باظ، ادي اللنج باظ. تقول بقى كده، انت لما تيجي تصور بالوضع ده، لما تيجي تصور بالوضع ده كده، سيادتك اللي هو الاشعه فين سيادتك باين فيها الهواء؟ اكيد سيادتك اللي هو الهواء بيكون باين فين؟ باين في الرايت سايد وفي البلمونري، باين في الرايت سايد سيادتك والبلمونري. طيب بعد سيادتك الوفاه بيقول لك بيجيب حاجه اسمها بانكتشر اندر ووتر سيرفيس، بيجيب ابره، والابره سيادتك بيحطها بخرطوم، والخرطوم بيوصله تحت سطح ميه، وبيحطوا سيادتك الابره هنا، وبيحطوا الابره هنا، هيلاقي ناحيه الرايت طالع منها اير بابلز عنيفه، لان ناحيه الرايت كلها معبيه هواء. ما تيجي نعكس الناحيه الثانيه تماما بقى، يعني ايه الناحيه الثانيه تماما؟ لما نيجي نتكلم على الجزء بتاع عند سيادتك، الجزء بتاع اللي هو الارتريال، جره العاده بيقول لسيادتك الدم لو واصل سيادتك البدن، بيقول لك لو اتضرب في البلمونري فينز، البدن لو اتضرب في البلمونري فينز، بص عليا كده، بيقول لك البني ادم لو اتضرب في البلمونري فينز، لو اتضرب في البلمونري فينز يعني ناحيه الليفت، لو اتضرب في البلمونري فينز الدم سيادتك يدخل على الهواء، يدخل على الليفت اتريوم، والليفت اتريوم يدخل على الجزء بتاع الليفت فنتريكل، والليفت فنتريكل عند سيادتك يوديه للاورطه. دي مصيبه سودة بقى، لان لو وصل للاورطه، الاورطه هيضخ سيادتك الهواء للجسم كله، يبقى ساعتها البني ادم هيموت على طول، عشان هي بتبقى مور فيتال. قلت لي بس انا مش فاهم، مش فاهم ايه يا ابني، مش فاهم ايه، مش فاهم.
تاني يعني مش عارف والله. الدم لما يكون راجع من الفين، راجع عن طريق سمين فيو فينا كافا الى الرايت اترم الى الرايت فينتيكل البلمونري، تصور بالوضع ده يبقى لو موجود ناحيه الرايت، حط ابره متوصله بسطح ميه بعد الوفاه يبقى الاير بابل سلام ناحيه الرايت، مش صعبه. وقراي اللي بيقول اللي ضرب اليمين، اللي ضرب ناحيه اليمين الفات والفين، اللي بيضرب ناحيه اليمين مع الفينوس ريتيرن الفات والفين، اكتب اللي ضرب ناحيه اليمين، اللي ضرب ناحيه اليمين الفات والفين، اللي ضرب ناحيه اليمين بالنسبه لك هيكون عند سيادتك الفات الفات والفين، اللي ضرب ناحيه اليمين زي ما احنا بنقول لسيادتك هيكون عند سيادتك الفات الفات والفين. هتيجي نكمل بعد كده الجزء اللي بعدين، ايه اللي انت عايزه مني كده؟ الفكره كلها الموضوع بالنسبه لنا لما نيجي نتكلم، احنا قلنا اللي ضارب ناحيه اليمين، اللي ضارب ناحيه اليمين، اللي ضارب ناحيه اليمين الفات والفين، اللي ضارب ناحيه اليمين الفات والفين، بس باختلاف هنا في اكس راي هتلاقي هواء، هنا هتلاقي دهون، هنا احط اير بابل، هنا احط ابره متوصله بسطح ميه، في اير بابلز، هنا مفيش اير بابلز بقى، هنا ساعتها هعمل يا سوداد سيري اورانج يا اما ارزينيك اسود اسود اسود. نكمل ولا ايه؟ بعدين نتكلم على الجزء بتاع الاومين، نيجي نتكلم على الجزء بتاع الامبوليزم. الامبوليزم سيادتك فيه فينوس وفيه ارتيريال، بتيجي نتكلم على الجزء بتاع الفينوس يقول سيادتك لو 60 ل 70 مللي فيما فوق سيادتك دخلوا يبتدي يدخلوا عن طريق سمين فيو فيناكافا الى الرايت ايترم الى الرايت فينتريكل الى البلمونري، سمين فيو فيناكافا الى الرايت ايترم الى الرايت فينتريكل الى البلمونري. فالموضوع بالنسبه لك يقول سيادتك ما انا كان ناحيه الرايت باظت، وانت بتصور هتلاقي سيادتك لو موجود ناحيه الرايت، ولو حطيت سيادتك ابره متوصله بسطح ميه هتلاقي الاير بابلز موجوده ناحيه الرايت. طب بيقول لك لو الادم خد له خبطه بالسكينه سيادتك فين؟ لو خد له خبطه بالسكينه عند سيادتك لو في البلمونري فينز، في البلمونري فينز، في البلمونري فينز، يقول لك يدخل عن طريق الليفت اتريم، والليفت اتريم تدخل عن طريق الليفت فينتريكل، الليفت فينتريكل بعد كده الاورطه يدخل الجسم كله. عشان كده بيقول لك في الارتيريا لو الادم اتضرب في البلمونري فينز، لو الادم اتضرب في البلمونري فينز وانت بتصور ناحيه مين هنا سيادتك اللي فيها هواء؟ الشمال. طب لو حطيت ابره عند سيادتك، لو حطيت ابره والابره متوصله بسطح ميه، الاير بابلز طالع هنا من ناحيه الشمال، عكس دي تماما هنا. عشان كده لما يجي لك في كتاب في الامتحان في جمله شهيره جدا بتيجي في الامتحان في الام في صح وغلط، بيقول لك كده انجري او انجرز انجري اوف البلمونري فينز كوز فينوس اير امبوليزم. دي غلط طبعا، اكتب بس كده انا فاهم. الانجري في البلمونري فينز كوز فينوس اير امبوليزم، لا غلط. ترد عليها وتقول لي اشمعنى؟ ما تقول يا ابني كده البلمونري فينز لما تتعور ايه اللي يحصل؟ البلمونري فينز لما تتعور سيادتك اللي هو الهواء يدخل في الليفت اتريوم، والليفت اتريوم يخش على الليفت فينتيكي، والليفت فينتيكي يروح للاورتيك ارتري، اورتيك ارتري، اذا هي مش فينوس، اذا هي ساعتها ارتيريا. تقول لي بس انا مش فاهم، برضه مش فاهم، لا حول الله يا رب. انا بتكلم على الارتيريال، ها بتكلم على الارتيريال، ايه بتكلم على الارتيريال؟ اول حاجه الموضوع بالنسبه لك يقول سيادتك في حالات الارتيريال، في حالات الارتيريال لو بيقول لك لو الادم اتضرب في البلمونري فينز الموجوده ناحيه الشمال، يبقى الفكره كلها البلمونري فينز لو يدخل سيادتك البلمونري فينز يدخل على الليفت اتريوم، والليفت اتريوم يدخل على الليفت فينتريك، والليفت فينتريك يروح الاورتيك ارتري، اورتيك ارتري، اورتيك ارتري. لو انت بتصور بالوضع ده كده سيادتك لو موجود ناحيه الشمال بعد ما يموت هحط سيادتك الابره سيادتك في القلب، بيقول لك الاير بابلز هتكون طالعه ناحيه الشمال. في جمله بتنزل في الامتحان على طول، جمله بتنزل في الامتحان على طول، جمله بتنزل في الامتحان على طول، دي اخطر طبعا اللي هو الاورطه اخطر لانه هيوديها للجسم كله، ده مصيبه سوداء. جمله بتنزل في الامتحان يقول لك لو بقى ده متضرب في البلمونري فينز، لو حصل انجري في البلمونري فينز، لو حصل انجري في البلمونري فينز يقول لك يكون سببها يبقى سبب الوفاه ارتيريال ولا فينس؟ لا ارتيريال، دي ارتيريال. ما هو يا حبيبي البلمونري فينز لو اتضربت يبقى هو داخل على الليفت اتريوم ثم الليفت فينتر للاورتيك ارتري، ولو الاورطه هو اللي ضخ الهواء يبقى هي اسمها ارتيريال اير امبوليزم مش فينس. تاني هو بيسالك سؤال في الامتحان يقول لك هل الانجري في البلمونري فينز، هل الانجري في البلمونري فينز لو حصل انجري في البلمونري فينز والهواء لو دخل سببها سبب الوفاه يكون ارتيريا ولا فينوس؟ ما اعرفش. شوف لو البلمونري فينز يدخل ليفت اتريوم والليفت اتريوم على الليفت فينتيكي، ومن الليفت فينتيكي يروح على الاورطه، الاورطه يدخل الجسم كله هواء، يبقى الاورطه هو مصدره سيادتك بلمونري فينز، يبقى الاورطه ده ارتري ارتري اورتيك ارتري. اذا لو حصل انجري في البلمونري فينز ولو وصل ليفت اتريوم والليفت فينتيكي للاورطه
ساعتها الفكره كلها الموضوع بالنسبه لك يبقى سبب الوفاه اورتك اير امبوليزم اورتك ارتري اللي هي ارتيريال اير امبوليزم وليس فينوس اير امبوليزم. اظن مش صعبه مش صعبه، ولو مش فاهمها ابقى عرفني بقى اللي هو بلغنا على الواتس وانا اقول لك. الموضوع بالنسبه لك عند سيادتك مش صعبه طالما اتضرب في البالونه ريفينز اللي هو داخل من الطريق الليفت اتريم ثم الليفت فينتيكل للاورتك ارتري. اذا لو هو دخل من هنا يبقى اخره اورتك ارتري، والارتري لو دخل الجسم كله دي ارتيريال اي امبوليزم وليس فينس اي امبوليزم. طيب هم دلوقتي عشان عارفين ان دي مميته جدا طبعا، ليه مميته؟ او مميته سرعان ما بتموت يعني، لان الفكره كلها ان الاورطه هيدخل الجسم كله. فهم طبعا احنا قلنا احنا بنخاف على مين؟ احنا اتفقنا احنا بنخاف على البرين، بنخاف على البرين. فبيعملوا ايه؟ بتخلي البني ادم سيادتك ينام بالوضع ده كده، بص كده هو كده، بتخلي البني ادم ينام بالوضع ده كده. اقعد اقول لك انت ليه بتخليه ينام بالوضع ده كده؟ بالوضع ده كده وعلى جنبه الشمال. ليه بينام على الوضع ده وسيادتك على جنبه الشمال؟ بيقول لك لما بينام بالوضع ده كده وبينزل راسه لتحت كده الدم ينزل لتحت. بيقول لك الدم نازل لتحت، ولو هو هيطلع لفوق رجله تولع رجله، اهم حاجه ان الدم ينزل لتحت للدماغ. ثانيا بيقول لك ينام على جنبه الشمال، ليه ينام على جنبه الشمال؟ هو لما ينام على جنبه الشمال معنى كده ان هو نايم على القلب، ولما يكون نايم على القلب دي حاجه كويسه. واحد يقول لي اشمعنى؟ لما يكون نايم على القلب معنى كده ان جسمه كله ضاغط على القلب، معنى كده ان الاورطه الكونتراكتيليتي بتاعته هتقل شويه بدل ما يضخ الهواء في الجسم كله ويبهدله. تاني 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 في حالات الفينوس احنا قلنا بتعمل ايه؟ بتعمل رايت سايد. في حالات الارتيريال بتعمل ليفت، لان بيقول لك البدن لو اتضرب في البالمونال فينز ثم بعد كده يدخل على الليفت اتريوم، والليفت اتريوم يدخل على الجزء بتاع الليفت فينتريكل، والليفت فينتريكل الاورطه يدخل الجسم كله. اذا لو جالي في الامتحان في الامس الجمله صح ولا غلط اكتبها دي. هل البني ادم لو اتضرب في البالمونال فينز، هل البني ادم لو اتضرب في البالمونال فينز سبب الوفاه هنا هيكون او سبب الوفاه ان البالمونال فينز هتدي الاورطه والاورطه يدخل الجسم كله؟ اذا سبب الوفاه ليس فينوس ولكنه ارتيريال اير امبوليزم. طب انت عارف ان دي فيري فيتال، يعني فيري فيتال؟ فيري رابيد فيتال، يعني فيري رابيد فيتال سرعان ما هتموت. فبيعملوا ايه؟ اولا عند سيادتك بيخلوا البني ادم سيادتك يعمل لورنج للهيد، يعني لورنج للهيد كده الدم سيادتك موجود اهو تحت، كده الدم موجود تحت، والهواء يطلع فوق لرجله تولع رجله، يبقى الدم اهم حاجه يوصل لدماغه. ثانيا سيادتك اللي هو بيقول لسيادتك ينام على الليفت لاترال بوزيشن، ليه على الليفت لاترال بوزيشن؟ لان البني ادم لما ينام على جنبه الشمال معنى كده الكونتراكتيليتي بتاعت القلب هتبتدي، انا اسف في الكلمه، تتقدر شويه. يعني تتقدر؟ جسمك كله ما يكون نايم على جنبه الشمال معنى كده ان سيادتك جسمك كله محمل على القلب، ولو محمل على القلب بتقولك دي حاجه كويسه، معنى كده ان الكونتراكتيليتي بتاعت الاورطه مش هتبقى قويه زي ما يكون سيادتك هي شغاله. سيادتك يعني لو بني ادم قاعد تلاقي الاورطه الضغط عالي، بدل لما يجي ينام على جنبه الشمال معنى كده ان تحس ان الاورطه متضايق لان جسمه تقله كله محمل على الاورطه، فتلاقي الكونتراكتيتي بتاعت الاورطه اقل شويه، ودي حاجه كويسه. انا مش عايز الكونتراكتيتي تكون قويه لان الكونتراكتيتي لو قويه هتفرتك الجسم كله عن سيادتك بالهواء. اذا الموضوع بالنسبه لنا لازم ينام على جنبه، اول اولا ينزل راسه لتحت عشان الدم ينزل لتحت والهواء يطلع لفوق في رجله تولع. مفهوم الكلام ده كده؟ الدم ينزل كده وسيادتك والهواء يطلع كده، مفهوم الكلام كده؟ الدم ينزل بالمنظر ده كده. ثم رقم اثنين ينام على الليفت لاترال بوزيشن، ليه ينام على جنبه الشمال؟ لانه لما ينام على جنبه الشمال الفكره كلها معنى كده ان تقلك كله محمل على ناحيه الشمال، ولو تقلك كله محمل على ناحيه الشمال دي حاجه كويسه. ليه دي حاجه كويسه؟ لان الفكره كلها الموضوع بالنسبه لك انا مش عايز الكونتراكتيليتي بتاعت القلب، مش عايز الكونتراكتيليتي بتاعت القلب تكون قويه، انا عايز سيادتك جسمك كله يحمل على القلب عشان الكونتراكتيليتي تبقى اضعف من الطبيعي، تبقى اضعف من الطبيعي. واحد يقول لي بس انا مش فاهم يا عم، انت المفروض قلبك موجود ناحيه الشمال، لو انت قاعد وقلب الكونتراكتيتي بتاعته قويه انت خلينا على جنبه الشمال. لما ينام على جنبه الشمال انا اسف في الكلمه، انت لو وزنك كله مثلا 100 كيلو معنى كده ان جسمك كله ال 100 كيلو دول كده محملين كلهم على جنبك الشمال، ولو محملين على جنبك الشمال معنى كده الكونتراكتيتي بتاعت القلب، تحس ان القلب زي ما يكون جسمك كله نايم على القلب، فالكونتراكتيتي بتاعته تقل عن الطبيعي شويه، تقل عن الطبيعي شويه. والفكره كلها انا عايز ليه اقلل الكونتراكتيتي شويه؟ عايز اقلل الكونتراكتيتي شويه اشمعنى؟ عشان الفكره كلها الموضوع بالنسبه لي سيادتك اللي هو الاورطه ما يضخش الهواء الهواء للجسم كله، فانا عايز اهدي الكونتراكتيتي شويه. مفهوم الكلام ده كده؟ ده الجزء بتاع اللي هو مين؟ ده الجزء بتاع الامبوليزم، ده الجزء بتاع الامبوليزم. خلاص كده؟ قبل ما سيادتك اقول لك بقيه الاسباب، قبل ما اقول لك بقيه الاسباب احنا قلنا سيادتك الشوك في منها ثلاث انواع اللي هم السمباثاتيك والباراسمباثاتيك والباراسمباثاتيك والهيماتوجينوس، وهنا الامبوليزم فيهم ثلاثه
اللي هما سيادتك الفينوس والارتيريال والهيماتوجينوس. بعد كده سيادتك في كمان ثلاث اسباب: الهيموريدج والانفكشن والسيرجيكال انترفنشن. الهيموريدج النزيف، الانفكشن في الجرح، والتدخل الجراحي اللي هو السيرجيكال انترفنشن. طيب ايه الانفكشن ده؟ اكتب على الانفكشن it is a delayed cause of this. اكتب على الانفكشن ده بيكون delayed cause of this. اكتب على الانفكشن delayed cause of this. اظن الناس كلها تعرف يوم ما بيحصل لك تلوث في الجرح انت عايز وقت. عايز وقت ليه؟ عايز وقت لغايه ما عند حضرتك يحصل لك بكتيريميا وسبتيسيميا ومننجايتس وانكفالايتس وبريكاردايتس. انت عايز لك وقت لغايه ما يحصل لك سيادتك اللي هو ايه؟ لغايه ما يحصل لك عند سيادتك اللي هو كلمه اللي هو تموت من الانفكشن. اذا لو حد سالك في الامتحان مين هو delayed cause of this؟ مين هو delayed cause of this؟ بالنسبه لك هيكون عندي مين؟ هيكون عندي الانفكشن. ليه؟ اكبر دليل عند حضرتك لما تكون هلعب كوره رجليك بتتعور وبتكمل لعب عادي، ولما بتروح بتاخد دش وتنضف رجلك. هتقول لي ده معناه ايه؟ ده معناه ان الانفكشن بياخد وقت لغايه ما يحصل. الانفكشن بياخد وقت، بيقول لك delayed cause of this. يبقى اول حاجه سيادتك من هم الخمس اسباب احنا قلنا الشوك. في منها السمباثات الكبار السمباثاتيك وهيماتوجينوس. قلنا الامبوليزم في منها ارتيريال وفي منها فينوس وفي منها الفات. ارزينيك اسيد اسود وسودان 3 اورانج. الفينوس بتضرب ناحيه الرايت، فالهواء بيكون موجود ناحيه الشمال، اسف اليمين. في الفينوس الهواء بيكون موجود ناحيه اليمين سواء انت بتصارب الاشعه او سيادتك بتدخل ابره والابره بتطلع اير بابلز. طب اللي هو سيادتك اللي هو الارتيريال، الارتيريال مصدره اورطه، وطالما اورطه يبقى موجود ناحيه الشمال. عايز تحافظ عليه عشان هي فيري رابيد الموضوع. ديس يكون عند سيادتك تنامه على جنبه الشمال عشان تهدي الكونتراكتيت شويه وخليه اللي هو ينزل راسه لتحت. طب تعالى نتكلم على كمان ثلاث اسباب: الهيمورجي والانفكشن والسيرش كانترفنشن. ممكن يكون ما بسبب تدخل الجراحي مات في العمليه. الانفكشن ده يعتبر ديليت كوز اوف ديس. والهيموريدج تعال نتكلم على جملتين كده في الهيموريدج. اولا الهيموريدج انا عايز فيه جملتين من في الامتحان او بامانه ربنا ثلاث جمل. اول جمله الموضوع بالنسبه لك يقول لسيادتك كده كام لتر يهدد الحياه؟ 2 لتر او 3 لتر سيادتك. 2 لتر فيما فوق يهدد الحياه. انت جسمك فيه 5 6 لتر، اذا كنت انت لا قدر الله هتفقد 2 لتر فيما فوق ده يهدد الحياه. يبقى الفكره كلها الموضوع بالنسبه لك قد ايه يعمل سيادتك ثريتنينج، يعمل اندنجر لللايف، يهدد الحياه 2 لتر فيما فوق. طب لو البني ادم خد له 6 خبطه في قلبه 200 مللي نزيف داخلي داخل البريكارديوم اسمه بريكارديال تمبونات او كاردياك تمبونات، ده سيادتك يموت فيها. والجمله دي بتنزل في الامتحان. قلت لي بس انا مش فاهم حاجه برضه. يا شوك يا امبوليزم يا هيموريدج يا انفكشن ده ديليت كوز اوف ديس، يا اما بعد الجرح سيادتك مات في العمليه سيرجيكال. مات ليه بقى؟ يا اما بسبب دكتور تخدير، يا اما بسبب دكتور جراحي. افرض دكتور التخدير ملوش ذنب ودكتور الجراحي سيادتك ملوش ذنب، يبقى سيادتك اللي خبطه بالعربيه هو اللي يلبسها بقى. انا هنعمل له احنا عامل هقولنا نسيفه يعني. فتيجي نتكلم على النزيف. الجزء بتاع النزيف، النزيف عند سيادتك يا نزيف خارجي 2 لتر يهدد الحياه فيما فوق. 2 لتر فيما فوق. ويقول سيادتك يا نزيف داخلي، يعني ايه نزيف داخلي؟ بيقول سيادتك لو انت سيادتك اتخبطت 200 سي سي، سيادتك 200 كيوبيك سنتيمتر. يعني 200 كيوبيك سنتيمتر؟ لو حد سيادتك مغترب ومش فاهم سيادتك اللي هو السي سي، اكتب كده عند سيادتك، اكتب كده 200 مللي. 200 مللي لو 200 مللي سيادتك دم داخل سيادتك البريكارديوم اسمه كاردياك تمبونات ده يموت. اشهر جمله بتيجي في الامتحان يقول لك كام قد ايه موت؟ 20 ولا 200؟ لا 200 سي سي، 200 مللي. 200 مللي 200 مللي، مفهوم الكلام ده كده؟ طب ايه علامات ما بعد الوفاه؟ ركز بقى عشان الجمله دي تنزل في الامتحان. علامات ما بعد الوفاه، اولا بالنسبه لك هتلاقي سيادتك جسمه فيه بالور وانيميا، مفيش في جسمه دم اصلا. بالور وانيميا. اظن اذا كنت انت ما عندكش دم حضرتك لما تيجي سيادتك تذاكر في البوست مورتم، اذا تجلط الدم اللي هو اسمه الهايبوستيزيس هتلاقي اصلا ضعيف جدا، مفيش تجلط دم ضعيف، هتلاقي الهايبوستيزيس ال ديفايند. واحد يقول لي بس ولا بالراحه، يا هيموريدج يا انفكشن يا سيرجيكال انترفنشن يا شوك يا امبوليزم، ارحمنا بقى.
الانفكشن ديليت كوز اوف ديس والسيرجيكال ممكن يموت مات في العمليه يعني بسبب دكتور التخدير قال لك انا ماليش ذنب، يبقى الدكتور الجراحي قال لك انا ماليش ذنب، اللي يلبسها اللي خبطه وخلاص عشان نخلص. هتيجي نتكلم عن النزيف، النزيف قد ايه يهدده في الحياه؟ 2 لتر فيما فوق يهدده الحياه. و200 سي سي يعني 200 سي سي 200 ملي دم داخل البريكارديوم يسبب كاردياك تمونات. اكتب عليه كده، بينزل سؤال كتير جدا يقول لك في الامتحان هل 20 مللي يموتوا؟ غلط 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 غلط، 200 مللي يموتوا فيما فوق، يعملوا حاجه اسمها كاردياك تمونات. طب علامات بعد الوفاه لو حد نزف كتير، اولا بالنسبه لك يكون جسمه فيه بالور وانيميا، علامات ما بعد الوفاه. اظن احنا كنا بنقول تجلط الدم بعد الوفاه اسمه هايبوستيزس، هنلاقي الواد ده اصلا سيادتك ما فيش تجلط دم. ليه ما فيش تجلط دم؟ لان ما عندوش دم اصلا، اسمه هايبوستيزس، بيكون ال ديفايند. مين بقى اشهر جمله بتيجي في الامتحان؟ بص يا غالي، اولا سيادتك في حاجتين كمان، بادم هو بيموت، طالما بيموت وسيادتك والجسم خلاص اصلا سيادتك اللي هو خلاص بيتكسر، فدايما سيادتك ساعه الوفاه تلاقي السبلين سيادتك بيعمل كونتراكشن، فدايما السبلين يكون كلمه كونتراكتد، لان السبلين دايما بيكون كونتراكتد ساعه الوفاه، لانه سيادتك خلاص بيكسر سيادتك ار بي سيز، لان خلاص بادم بيموت، فتلاقي السبلين سيادتك زي ما يكون بيطلع في الروح، يكون عندك السبلين كونتراكتد. والجمله الثانيه اللي انا عايزك تتعلم عليها اسمها سب اندوكارديال هيموريدج. اكتب على سؤال امتحان. واحد يقول لي بس احنا كروتنا الهيموريدج، احنا كروتنا الهيموريدج حاضر. قد ايه موت عند سيادتك 2 لتر فيما فوق يهدده بالحياه اذا كنت انت فقدت سيادتك من جسمك 2 لتر فيما فوق؟ ولو ادم خد سيادتك خبطه في قلبه 200 سي سي 200 مللي 200 سي سي 200 مللي، يقول لي سيادتك اللي هو بيقول لك 200 مللي نزيف داخلي يعمل كارديك تمونات، والجمله بتنزل في الامتحان هل 20 مللي موته؟ خطا، انا بقول لك 200 مللي فيما فوق، 200 سي سي 200 كيوبيك سنتيمتر. علامات ما بعد الوفاه تلاقي الجسم فيه بارور وانيميا، سهله دي جدا. ما تيجي نتكلم بعد كده الجزء اللي بعديه، يقول لي سيادتك ساعه الوفاه، يقول لي سيادتك كده بعد الوفاه يحصل علامات تجلط، علامات ما بعد الوفاه اسمها تجلط الدم اسمه هايبوستيزس، تلاقي اصلا ما عندوش دم عشان يتجلط، فتلاقي هايبوستيز علامات ما بعد الوفاه عنده ال ديفايند. ما تيجي نتكلم بعد كده ايه الفكره كلها بالنسبه لك، ساعه الوفاه سيادتك زي ما يكون السبلين بيطلع في الروح، فتلاقي السبلين بيكون كونتراكتد، بعد الوفاه سيادتك تلاقي السبلين قفش كده بيسموه كونتراكتد. ثم بعد كده بيقول لسيادتك ساعة الوفاة البني ادم ده لو سيادتك بيكون عنده سيادتك اللي هو كمية الدم قليلة وبينزف، تلاقي القلب عمال يعمل بالمنظر ده كده، تلاقي القلب عمال يعمل بالمنظر ده كده، تلاقي القلب عمال يعمل بالمنظر ده كده، زي ما يكون القلب بيطلع في الروح من كتر ما القلب عمال يعمل سيفير كونتراكتيلتي، سيفير كونتراكتيلتي يعور نفسه بنفسه داخل القلب، اسمه صب اندوكارديال هيموريدج. ده يؤكد ان القلب كان بيعمل كونتراكشن عنيف، كونتراكشن عنيف، كونتراكشن عنيف عشان يضخ اقل كمية للبرين. اقول تاني، وخلي بالك جت في الامتحان قبل كده الهايبوستيزس ال ديفايند صح، السكين والاورجانز فيهم بالور صح، السبلين كونتراكتد صح، قال لك سب كونجنكتيفال. كونجنكتيفال ايه؟ سب ايه؟ اندوكارديال مش سب كونجنكتيفال. اكتب كده سب اندوكارديال مش كونجنكتيفال. كونجنكتيفال ايه يا عم؟ سب اندوكارديال. يعني ايه سب اندوكارديال؟ لما البني ادم بيكون بينزل في غباء، لما البني ادم بيكون بينزل في غباء كميه الدم اللي في جسمه بتكون ضعيفه، فتلاقي الكونتراكتيفيتي بتاعت القلب شديده جدا، 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 عشان يضخ اقل كميه سيادتك للبرين، لدرجه من كتر الكونتراكتيفيتي العنيفه يقطع في الفايبرز من جوه، فممكن يعور نفسه بنفسه، فيحصل حاجه اسمها سب اندوكارديال هيموريدج. الله يرضى عنك، اتعلمني على جمله 200 سي سي دي، علمني على سيادتك ان الهايبوستيزس ال ديفايند، علمني ان الاسبلين بيكون سيادتك زي ما يكون بيطلع في الروح فبيكسر ار بي سيز، فبعد الوفاه تلاقي الاسبلين كونتراكتد والقلب بيطلع في الروح، علمني على صب اندوكارديال هيموريدج. كده انا علمت على اربع حاجات، الرقمين 2 لتر يموت فيما فوق و200 مللي سيادتك اللي هو سيادتك اللي هو في القلب يعملوا كاردياك تمبونات. دي خلصت. ايه تاني؟ ايه تاني؟ ايه تالت؟ ان الاسبرين بيكون كونتراكتد بيطلع في الروح بيكسر ار بي سيز، الهايبوستيزس ما عندوش دم فما فيش علامات تجلط اصلا بعد الوفاه اسمها هايبوستيز ال ديفاين، ومن كتر سيادتك النزيف سيادتك ما فيش اصلا دم في الجسم، اصلا ما فيش دم في الجسم، تلاقي القلب عمال يعمل كونتراكشن كونتراكشن كونتراكشن، بيعمل سيفير وفورس فورس فورس كونتراكشن، مش معنى عشان بوش اقل كميه سيادتك للبرين، ولو عايز ضخ اقل كميه للبرين يبتدي يعور نفسه بنفسه، اسمها صب
اندوكارديال هيموريدج، سب اندوكارديال مش سب كونجكتيفال. بيجي لك في الامتحان في حالات الهيموريدج هل في هايبوستيزس ال ديفايند؟ صح. هل السبرين كونتراكتد؟ صح. هل السكين والاورجنز بالور؟ صح. هل في سب كونجكتيفال هيموريدج؟ نزيف في العين يا عم، نزيف داخل القلب، اسمه سب اندوكارديال هيموريدج. اخر حاجه خالص سيادتك اللي هو الصفحه رقم 22 عايزها من حضرتك، حضرتك في عندك كراش سندروم، اكتب بيسموه كده حوادث الدهس. يعني ايه حوادث الدهس؟ حوادث الدهس بيقول سيادتك لما العربيه تيجي تدوس على واحد، لما العربيه تيجي تدوس على واحد يقول لك المصلز بتاعته بتفرقع. حوادث الدهس عربيه دست على واحد. لما سيادتك لما العربيه تدوس على واحد عند سيادتك، اذا كان سيادتك اللهم صل على رسول الله البروتين اللي موجود في الدم اسمه هيموجلوبين. الناس كلها تعرف ان سيادتك ان البروتين سيادتك بتاع العضلات سيادتك اسمه مايوجلوبين. فالفكرة كلها بيقول لك لما الحوادث سيادتك حوادث الدهس لما عربية تدوس على واحد ايه اللي يحصل معايا؟ بيقول لي سيادتك يحصل رابتشر في المسلز، المسلز هتفرقع، ولما المسلز هتفرقع تبتدي تطلع مادة اسمها مايوجلوبين من العضلات. المايوجلوبين لو نزل في الدم اسمه مايوجلوبينيميا. مايوجلوبينيميا تروح للكلى تعمل مايوجلوبينوريا. اظن الحتة دي عاملة زي التهنة، لو وقفت لو وقفت لو وقفت في الكلى كده سيادتك مفيش حاجة نازلة في الكلى، كده فشل كلوي. يعني فشل كلوي كده ريان فيليور. فايه هو كراش سندروم؟ دي بيسموها حوادث الدهس. يعني حوادث الدهس لما عربية تكون دست على طرف واحد او ايد واحد او رجل واحد لا قدر الله ربنا عافينا، يحصل رابتشر في المسلز، المسلز تتفرقع، تبتدي تطلع اللي جواها، تبتدي تطلع المايوجلوبين. المايوجلوبين ينزل في الدم اصلا اسمه مايوجلوبينيميا. المايوجلوبينيميا سيادتك تروح لليورين اسمها مايوجلوبينوريا. مشكله الحاجات دي لو وقفت في الكلى حته عامله زي الدهنه كده تبتدي تسد الكدني، تبتدي تسد الكدني، تبتدي سيادتك تعمل اوبستراكشن في الرينال تبيولز. ولو عملت اوبستراكشن في الرينال تبيول ساعتها سيادتك هيموت بسبب فشل الكلى وبسبب الرينال فيلير. اذا كراش سندروم عربيه دست على واحد المايوجلوبين فرقع، مايوجلوبينيميا، مايوجلوبينوريا، يموت بسبب الرينال فيلير. ده الكراش سندروم. السلام عليكم.